أنا مبسوطة إني هون اليوم وبشرفني إني أتكرم، فبشكر الكل القيمين، يعني إنه هيدا تكريم جاي من مهرجان الغردقة، وبشكر كل الناس يعني اللي اشتغلت على المهرجان. كتير مهم لإلي إنه هيدا التكريم جاي من مصر، بيعني لي كتير إنه جاي من هيدا البلد اللي أنا بحبه كتير، بحبه من زمان كتير، من قبل ما أزوره حتى. هيدا التكريم إنه جاي من مصر بيعني لي كتير، يعني هيدا البلد اللي أنا بحبه كتير، وهيدا البلد العريق بحضارته بثقافته وبشعبه، فأنا إنه يكرموني هذه شغلة كبيرة بالنسبة لإلي، فشكرا. صح، وهيدا الفيلم القضية رقم 23 من إخراج زياد الدويري شارك بترشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وراح نعرض بكرة هون بالمهرجان وراح نحكي عنه. هذا الفيلم يعني فيلم كان أول مرة لبنان بيترشح للأوسكار، فمبسوطة أني عم شارك فيه، إن شاء الله يعجبكم بكرة تحضروه وتحبوه. أنا دايما القضية الإنسانية من كل جنسية وبالفلسطين ومن لبنان ومن كل العالم بتعني لي، وبحب ضوي عليها وبحب أحكي عنه، لأنه هيدا دوري كممثل يعني كممثلة، و إنه نحكي عن قضايا مجتمعنا ونعلي صوتهم للعالم كله. صح، هلأ أرزة فيلم يلي هو اسمه أرزة، أنا بلعب دور أرزة، شخصية اسمها أرزة، هو من إخراج ميرا شعيب، كتابة وإنتاج لؤي خريش وفيصل شعيب، إكزيكتيف بروديوسر علي العربي وبروديوسر زينب بدران، والموسيقى التصويرية لهاني عادل. فأنا مبسوطة كتير بهيدا الفيلم يلي برم بمهرجانات مهمة بالعالم وبعده مكمل مشواره، من بيجينج بالصين لترايبيكا فيلم فاستيفال بنيويورك لبنيس فيلم فاستيفال بسيدني بأستراليا، وهلأ كمان على باريس وعلى فالنسيا وعلى مهرجانات كتيرة كاليفورنيا ومهرجانات كتيرة بالعالم. فأنا كتير فخورة، وخاصة هيدا الفيلم وقضيته والشخصية تبعه بتعني لي كتير، فأنا مبسوطة أنه عم بيروح على مطارح مهمة بالعالم. أكيد يعني نحن دايما ندعم بعض ودايما نحمل بعض ونساعد بعض وسند لبعض، وأنا بشوفه فنان عظيم يعني، بتمنى له كل النجاح وكل التوفيق بكل شيء بيعمله، بشوفه بأحلى مطارح.